السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا على خير وأفضل الأحوال إن شاء الله. توقفنا في الصفحة ديال الفيس إن شاء الله اللي غادي نديروها كما درنا الفيس اللي هو البروفيل ديالنا خدمناه. دابا هذا البروفيل هذا غادي نخرجوا منه واحد الصفحة ديال الفيسبوك اللي غادي نشتغلوا عليها. هذا البروفيل هذا هو اللي غادي نخرجوا منه واحد الصفحة ديال الفيسبوك اللي غادي نشتغلوا عليها، اللي غادي تكون هي رسمية بشكل صحيح وبطريقة اللي غادي نستافدو منها من الإعلانات اللي غادي نروجو بها المنتوج ديالنا أو الخدمة ديالنا. كما تتشوفوا في هذا المكان أنا تنشتغل بالبيسي بزاف، حيت في الأول تقدر تخدم بالبورتابل ولكن العمل خص يكون على الحاسوب. أول حاجة نكليكيو على هاد باج اللي غادي تعطينا نديرو واحد صفحة جديدة. هيا كري باج، ما هي الاسم؟ لكم الاختيار، كل واحد مسؤول على اسم ديال الصفحة ديالو، كل واحد مسؤول على الصفحة ديالو. مثلا انا بغيت مجموعة تعاون الإلكتروني مثلا، أنا اختاريت هذا الاسم هذا. راه كل واحد عنده الاختيار ديالو، أنا فقط هذا فيديو كيفية إنشاء صفحة ديال الفيسبوك. أنا كتبتها مجموعة التعاون الإلكتروني، كاتيجوري أي واحد باش يكتبها بطريقة صحيحة، أجون ماركتينغ، باش الفيسبوك ما يلقاش معاه مشكل على اساس فعلا هاد الصفحه بغيتها انايا للتجاره الالكترونيه، يعني ما لقاش مشكل. بعد هاد البيو هذا كيف ما قلت لكم كل واحد مسؤول على الصفحه ديالو، وهو عارف شنو غادي يكتب فيها وشنو المحتوى اللي غادي يحط فيها وشنو المنتوج او الخدمه اللي غادي يتم الترويج ديالو لهاد الصفحه هذه. كما كان مجموعه التعاون الالكتروني مثلا نكتب هنا التجاره الالكترونيه، مثلا بالفرنسية العربية التجارة الإلكترونية مستقبلية. مثلا اختاريت انا هذه، صافي تنديرو كري اون باج. هذه هي الطريقة كيفاش نديرو الصفحة ديال الفيس، ولكن مازال بعض الخصائص اللي خصنا نخدموها. مثلا الى عندكم واحد سيت ويب يعني موقع الكتروني، مثلا عندي انا واحد الموقع الكتروني غادي نستغلو نخدمو في هذه الصفحه هذه. موقع الكتروني خاص نوال شوب، نحط فيه التدريب ديال التجارة. هذا هو اللي غادي نخلي في هذا السيت. رقم التليفون ضروري، من رقم التليفون باش الناس يتواصلوا معاك. باش الناس يتواصلوا معاك عبر الواتساب ضروري من رقم التليفون ديالك، والرقم يكون خاص في استقبال ديال جميع المكالمات ديال الزبناء اللي غادي يجيو ان شاء الله مستقبلا، اللي حنا حاليا كنخدمو على هذه المساله هذه. مثلا 0 6 6 6 6 4 5 6 نجيو ايميل ديالنا، ايميل المعترف به او ديروا الجيميل ديال باش كونتو الصفحه ديالكم او البروفيل ديال فيسبوك ديالكم. يعني هذا هو الجيميل اللي غادي تكتبوه بالنسبه ليو ديال مثلا ابا ك
كود بوستال، كل واحد عنده كود بوستال خاص بالمدينة ديالو. راه ورقة ديال الموضوع تلقى فيها العنوان، تلقى فيها الرقم ديال الكود بوستال هذا، وتا العنوان بغيتي ديرو العنوان ديال البوتيك ديالكم، ولا العنوان ديال الإقامة، ولا المكان اللي غادي يبقاو يجيو الناس مثلا التوصيل ديال المنتوجات ديالكم. مثلا تنتكلم على مستقبل، الواحد يفكر في المستقبل ديالو ويحط المسائل كما هي. بالنسبة توجور اوفير، يعني بالنسبة للصفحة راه ديما مفتوحة، ما كاينش التوقيت ديال ناتسد. صافي تنديرو سويفون، يعني هاد المرحلة هادي احنا دوزناها. تيبقى اننا الصورة ديال البروفيل ديالنا اللي خاصها تكون، والصورة ديال كوفرتور اللي تتكون الصورة الخلفية. هاد الصورة عندها واحد المقاسات اللي حنا غادي نستغلو ونستعملو واحد الموقع اللي خص كل شيء يخدم به، كانفا. كانفا هاد الموقع هذا راه تيعطيك بزاف ديال الخصائص، سهل التسجيل ديالو، فقط سوكونيكتي وباش بالحساب ديالك كونفيرمي غادي يوصلك واحد الايميل على اساس انك راه الايميل عندك صحيح. في نفس الوقت تيدخل مباشرة للسيت. غنطول عليكم هذا الفيديو هذا، ولكن غادي نحبس هنايا باش ندير لكم فيديو اخر خاص بكانفا، طريقة كيفاش نديرو الصورة ديال البروفيل، والطريقة ديال نديرو الصورة ديال الكوفرتور. على الاقل تعرفوا ان الصفحة ديال الفيس عندها علاقة كبيرة كبيرة علاقة كبيرة بالفيسبوك، وكل فيسبوك البروفيل ديالو هو نعتبره موظف داخل هاد الصفحة هادي اللي غادي نشتغلو عليه الإعلانات ديالنا ديال المنتوجات ديالنا أو الخدمة ديالنا. حاول ما أمكن تبعوا هاد المراحل. هذا الفيديو القادم غادي نشرح كيفاش نحطو الصورة الخلفية والصورة ديال الأمامية ديال البروفيل ديال الصفحة ديالنا بكانفا اللي هو هاد الموقع هذا، راه ساهل التسجيل ديالو. حاول ما أمكن هاد المرحلة هادي تتعتمد على بي سي، يعني الحاسوب اللي عنده راه غادي يشتغل به احسن. بالنسبه للبورتابل ليه كبدايه، ولكن ما غادي نحطوا الاعلانات ونشتغلوا عليهم، انا ضروري خص الحاسوب. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق الى فيديو اخر ومعلومه جديده ان شاء الله. اي تساؤل في الخاص، اي بلاصه وصلتوا ليها ما عرفتوهاش، ولا شي حاجه ما فهمتوهاش، دائما تواصلوا معنا. هادشي علاش حنا هنايا، باش نوصلوا لكم الفكره، نوصلوا لكم المعلومه الصحيحه.